السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله موعد النهاردة مع سورة العصر. السورة دي جميلة جدا، الله سبحانه وتعالى فيها بيقسم بالعصر. طيب إيه هو العصر؟ العصر هو الدهر أو الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر، الزمان اللي عايش فيه بني آدم. طيب الله سبحانه وتعالى بيقسم بالعصر، يجوز لنا إن إحنا نقسم بالعصر؟ لا يجوز للعبد أن يقسم بغير الله، فإن القسم بغير الله شرك. إيه دليلك على الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. يا الله، من حلف بشيء غير الله فقد أشرك، ده كلمة كبيرة، شرك شرك، وليكن ان هو شرك اصغر بس هو شرك. في شرك اكبر وفي شرك اصغر. الشرك الاكبر ان هم بيشركوا مع الله سبحانه وتعالى حد في العبادة، يعني زي عبدة الاصنام، اللي بيعبدوا الاصنام بيعبدوا حد تاني مع الله، بيشركوه في العبادة مع الله سبحانه وتعالى. ربنا يحفظنا جميعا. ده الشرك الاكبر. لكن الشرك الاصغر من انواع، في منه انواع، ان حد يحلف بشيء دون الله فده من الشرك الاصغر. طيب ازاي ده؟ انا كده كنت بحلف كتير بغير الله وبنحلف كتير، طب نعمل ايه دلوقتي؟ خلاص كده احنا مكتوب علينا ان احنا اشركنا؟ لا، سبحان الله العظيم. توبة، ان احنا نستغفر ربنا ونتوب على اللي احنا كنا بنعمله، وان شاء الله ما عملناش اي حاجة. طب جبتي منين الكلام ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تجب ما كان قبلها. تجب ما كان قبلها، يعني إيه تجب ما كان قبلها؟ بتمحي كل حاجة، بتمحي. طب أنت دلوقتي معتادة ذنب بتعمليه على طول، معتادة مش قادرة توقفيه. طيب دلوقتي أنا مش هوقفه، يعني أنا خلاص اعتدت على الذنب ده، كل لما أجي أوقفه يعني هو ربنا هيغفر لي اللي أنا عملت كل ده؟ انا خلاص هتمادي برضو في الذنب. لا، سبحان الله العظيم، سوء ظنك بالله ده فهو يعني اثم اثم. لا، يعني ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم. فالتوبة تجب ما كان قبلها، يعني تمحي كل حاجة. فاذا في ذنب معتاد عليه، او انت مثلا معتادة ان انت بتحلفي بغير الله، لا خلاص توقفي من الليلة، توقفي عن حلفان بغير الله. لا يجوز القسم إلا بالله وحده. توقفي عن الحلفان بغير الله، وقولي يا رب تبت إليك، واستغفري، وان انتي وتعزمي ان انتي مش هترجعي للذنب ده تاني، وربنا ان شاء الله يتقبل توبتنا جميعا يا رب، ويردنا اليه ردا جميلا، اللهم امين. طب دلوقتي احنا عندنا في الحلفان ده بنلاقي والدي متوفين، ربنا يرحمهم ويسكنوا في جنات اموات المسلمين اجمعين. بنسمع كتير بقى ورحمه امك ورحمه ابوكي، بنسمع الحلفان بالكده بالاموات. طب ليه يا جماعه؟ ليه؟ طب احنا مثلا متربيين على كده، وهذا ما وجدنا عليه ابانا، احنا هنقول زي ما كان الكفار بيقولوا؟ لا، سبحان الله العظيم. احنا دلوقتي خلاص، دلوقتي في العلم انتشر، يعني قال حبيب صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني لما لقيت حد بيعمل كده، يعني انكري الفعل ده، انكري الفعل ده، انصحي، بس قدمي نصيحة بحب، وقدمي نصيحة بأسلوب حلو مهذب. ديننا الإسلام دين جميل، وبيدعو إلى التراحم والتعاطف، تقديم النصيحة بأسلوب مهذب، ومش بالعنف وبالشدة، لا، قدميها بأسلوب مهذب. لو لقيت حد بيحلف بغير الله، انصحيه نصيحة بهدوء، وإيه والله ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. قولي الحديث ده، ما نتحركش يا جماعة إن احنا نتكلم في الدين، ما نتحركش نقول قال الله وقال الرسول. ما زلنا بنتحرك نقول علشان ما يقولوش ده شيخة فلانة، انت هتعملي لنا شيخة. لا، سبحان الله العظيم، انت لو عرفتي حاجة دلوقتي حق ومتأكدة ان هي حق، فعليكي نشره، فعليكي نشره، وإلا تكون عليكي حجة يوم القيامة. يعني انت دلوقتي عرفتي حاجة في الدين، هتكتميها؟
لا عليكي نشرها، وعليكي تعلمها لصديقتك، وعليكي تعلمها لوالدتك، وعليكي لولادك، ولكل حد بيشوفك تبيني له ايه الاسلام، ايه ايه الحاجه اللي انت تعلميها دي، ايه الحاجه اللي انت اتعلمتيها من خير. فاحنا للاسف في كتير كتير من المسلمين بيتحرج ان هو يتكلم في الدين، بيتحرج يقول قال الله وقال الرسول. لا يا جماعه، طالما متاكدين من اللي احنا بنقوله، ومتاكدين من قال الله فعلا من القران، او كلام الله عز وجل من القران، او كلام الرسول من السنه، فما نتكسفش ان احنا نتكلم بالقران، ما نتكسفش ان احنا نتكلم بالسنه، ما نتكسفش ان احنا نتكلم بالحق. فالله سبحانه وتعالى بيقسم بالعصر، ان الانسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، لفي خسران وهلاك، في كل أحواله في الدنيا والآخرة. يعني الإنسان في كل أحواله في خسر في الدنيا وفي الآخرة، لفي خسر. والله سبحانه وتعالى يعني ليه هنا لفي خسر، يعني ما قالش الله سبحانه وتعالى لخاسر، لأن لفي خسر أبلغ، أبلغ من قوله لخاسر، أبلغ. ليه لفي خسر؟ إن الإنسان منغمس في الخسر، الخسران محيط به من كل مكان، فكل إنسان منغمس في الخسر، منغمس في الهلاك. طب كل إنسان الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني بشارة، بشارة يعني شوفي شوفي، طب اعرضي نفسك بقى، اعرضي، يا ترى أنت من الذين آمنوا، آمنوا بالله سبحانه وتعالى؟ يعني استثنى من كل من استثنى من جنس الإنسان اللي هو منغمس في الخسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. الصالحات هنا اشتملت على شيئين، الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول صلى الله عليه وسلم. آمنتي بالله بقلبك، اطمأن قلبك بالإيمان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعملوا الصالحات، أخلصتي لله كل عمل بتعمليه لوجهه الكريم، مش بتعملي علشان خاطر يقال عليكي ده خيرة، ده ما شاء الله عليها، ده شوفي فلانة ده ما شاء الله عليها، ما شاء الله في الخيرة، وبتتصدق وبتصلي وما وحافظة القرآن، ده حافظة القرآن، ده خلصت نصف القرآن، ده ختمت القرآن، ونبقى نكون فرحانين لما مثلا حفظنا نقعد نتباهى كتباهي. لا، احنا بنحفظ لوجه الله، بنختم بنقرأ القرآن وبنحفظه علشان يقول لنا ايه؟ اخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، ويقول لنا اقرأ وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فبنخلص لله عز وجل كل عمل بنعمله، نجدد النية يا جماعة، نجدد النية في كل عمل بنعمله، حتى في تربية أولادك نجدد النية، حتى في إن أنت بتعملي لهم الأكل واقفة في المطبخ نجدد النية، أنت بتعملي كده علشان خاطر إن شاء الله ده في ميزان حسناتك، كل راعي مسؤول عن رعيته، دي رعيتك، وإن أنت برضو هتأجري إن شاء الله على العمل اللي أنت بتعمليه. فنجدد النية في كل حاجة بنعملها، ديننا جميل، كل حاجة بنعملها خالصة لوجه الله سبحانه العظيم، مش بيضيع علينا، مش بتضيع علينا أجرها، ربنا كريم وعظيم وبيحبنا، بيحبنا. فأنت أكيد بتحبيه، هو بيحبنا علشان اختارك، بيحبك أكيد عشان اختارك على دين الإسلام، دين الحق. فنخلص لله سبحانه وتعالى نخلص لله سبحانه وتعالى كل عمل بنعمله نجعله خالصا لوجهه الكريم، سواء عمل أو قول. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصوا أوصوا بعضهم بعضا بالحق، على فعل الحق وعلى أداء الطاعات وترك المحرمات. الصحبة الصالحة يا جماعة، الصحبة الصالحة نكتر منها، نبعد عن الصحبة السوء اللي بتشدنا لتحت، بتشدنا للنار، اللي بتشدنا لذنوب ومعاصي، نبعد نبعد نبعد، ما نقولش لا ده انا لو بعدت هكون منبوذه وهكون بعيده ومش، لا يا جماعه نبعد نبعد، والله الدنيا مش دايما لحد، الدنيا سبحان الله العظيم في لحظه كده بنلاقي ان الصحبه اللي هي كانت سوء، مجرد ما الواحد بيقع منها كده خلاص، هو يعني صحبه السوء بتكون ضحك وهزار وما فيهاش طاعه، ما فيهاش عباده، لكن صحبه القران واهل القران تلاقي لو حد وقع منهم وسقط كده في اي موقف، تلاقي صحبه القران معاه ما بتسيبوش،
سبحان الله العظيم. تلاقي يعني أهل القرآن ونحسبهم على خير، يعني فهم أهل الله وخاصة أهل الله وخاصة، يعني إن لله أهلين من الناس. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن أهل الله وخاصته، أهلين من الناس. أهلين يعني مش أهل، لا دول أهلين من أهلين اللي هم المقربين، أكتر من الأهل، أكتر من الأهل. فسبحان الله العظيم، مقربين لله سبحانه وتعالى، أهل القرآن. فنكتر يا جماعة من قعدتنا مع أهل القرآن وأهل العلم وأهل الطاعة، ونبعد عن صحبة السوء. شوفي كده دلوقتي، عيدي حساباتك دلوقتي، أنت دلوقتي الصحبة اللي أنت فيها راضية عنها ولا لأ؟ راضية عنها ولا لأ؟ طيب لو أنت مش راضية عنها ابعدي، ابعدي. طيب لو في صلة رحم، يعني حاولي تجتنبي على قد ما تقدري، بس ما تقطعيش صلة الرحم، تجتنبي الخوض في المعاصي، وتحسيهم على فعل الخيرات، وتحسيهم على الأمر بالمعروف بالحسنى، بالحسنى، ونتكلم بالحسنى. فنعيد حساباتنا يا جماعة، نعيد حساباتنا. الكلام ده ليا قبل ما يكون ليكم. ربنا يا رب يهدينا جميعا للخير يا رب، اللهم أمين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال كل إنسان، في كل إنسان في خسران، مغمس في الخسران، إلا أربعة، إلا أربعة. مين هم الأربعة دول اللي فيهم الصفات الأربعة دول اللي اتصفوا بهذه الصفات؟ الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. طب هل يا ترى احنا منهم؟ هل يا ترى احنا امنا بالله بقلبنا؟ هل يا ترى احنا بنعمل الصالحات بجوارحنا؟ بنصلي ملتزمين بالصلاه على اوقاتها؟ بنعمل الصالحات، بنلتزم بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بنقع؟ طب نرجع تاني، نرجع. اصل احنا اما طبيعي هنقع، اما اصل احنا في دنيا، في دنيا سبحان الله العظيم ما فيش حد فيها معصوم، كلنا بشر. يعني خير الخطاؤون التوابون. فنقع، نستغفر، نستغفر، نستغفر ونرجع لله سبحانه وتعالى. نقع نستغفر ونرجع تاني لله سبحانه وتعالى، بس اهم حاجه ان انت بترجعي. تعرفي ان انت كانت معلمه ربنا يجازيها خير ام قالتني تعرفي ان انت ربنا بيحبك، وتعرفي ان يعني ان شاء الله على الطريق الصح، اما تلاقي نفسك ايه بترجعي على طول، اذنبتي ذنب وحاسه حاسه فيه بضيق نفس كده، نفسك مش مطمئنه ومتضايقه، لا انا اغضبت ربنا، انا عايز ارجع عن الذنب ده، انا عايز ارجع. فتلاقي نفسك سبحان الله العظيم لا استغفرتي ورجعتي وتوبتي، فتعرفي ان ربنا بيحبك. فان شاء الله انت دلوقتي يعني من الحلقه دي يعني اطلعي منها، خدي عهد مع الله سبحانه وتعالى، انا يا رب هكون من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب اللهم اجعلنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب اجمعنا جميعا في الجنه يا رب، في جنه عرضها السماوات والارض. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.